هتفشل شويه بس انت. وانت ايه يا اختي هتفرشي لها منين اللف؟ لا هي اتفرشت خلاص يا كماليا. بصراحه بقى يا كماليا منى هي اللي غلطانه، كل شويه نازله فيها صرخ ليل بنهار وتقول لها سيبي البيت روحي عند امك، ده برده بيتها. طبعا يا اختي ما انت لازم تسخني، هو انت مالها في غير التسخين والمرايه؟ يا عم انت هدي نفسك بس.